فيما يتعلق بالزمان. في الزمان هنا أسأل فضلتك، متى فرض الحج علينا؟ وهل كان الحج مفروضا على أمم قد سبقتنا، خاصة وأن من رفع القواعد من البيت كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليهم السلام؟ الحج شغال على طول من ساعة سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم رفع البيت فتم الحج، وهو اللي غز أبرهة الأشرم اللي هو جايلنا من اليمن عشان يهد البيت، أنه بنى كعبة من ذهب. احنا بتاعتنا من حجارة، أي في جبل هناك اسمه جبل الكعبة، فيه اللي هي الحجر الزرقة دي، حجرة كده مزرقة اللي هي حجر الكعبة. يعني راحوا جابوا من جبل وعمل بس وخلاص. ولما تنقص حاجة من الكعبة ولا تتهد ولا تتهدم ولا يحصل سيل، هم يروحوا نفس الجبل ده ويجيبوا الحتة دي نفس الحجر. فأبرهة غاص، ما حدش جاي لي، ما فيش جاذبية المكان، ما فيش سر عنده، ما فيش بركة المكان زي ما حضرتك ما فيش يعني. مش محل نظر ولا حاجة. صحيح. فالكعبة من ساعة سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم في حدود 2000 قبل الميلاد، شوية أكتر بسيطة 2200 حاجة زي كده.